السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، يتجدد لقائي بكم في درس آخر من دروس مكون القراءة. اليوم هو الاثنين فاتح يونيو 2020. أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا مواظبين على متابعة دروسكم. أهداف الدرس: القراءة السليمة للنص، تنمية الرصيد اللغوي، وبناء المعنى. نبدأ كالعادة لقراءة الكلمات البصرية وقراءة نص القراءة المشتركة أحاسيسي. إذن نبدأ بالكلمات البصرية الخاصة بهذا الأسبوع، سوف أقوم بقراءتها. استمعوا جيدا. أيضا، أحب، حين، ذكرى، حفل، الموالي. سأقوم الآن بقراءة هذه الكلمات بدون ترتيب. ذكرى، حين، أحب، حفل، أيضا، الموالي. ستقومون الآن أنتم بقراءة هذه الكلمات بالترتيب وبدونه، وبعد ذلك تركبونها في جمل مفيدة. ننتقل للقراءة المشتركة. أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة، أضحك أبكي، أسكت أحكي، أفرح أحزن، أغضب أشكو، أكره أندم، أحب أهتم. أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة. إذن سوف أعيد قراءة النص واقرأوا معي أنتم أيضا. أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة، أضحك أبكي، أسكت أحكي، أفرح أحزن، أغضب أشكو، أكره أندم، أحب أهتم. أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة. قرأوا النص أنتم أيضا أعزائي التلاميذ، صفحة 155. الآن ننتقل لنص القراءة الوظيفية. من يذكرني بعنوان النص؟ نعم، إنه المسيرة الخضراء. سوف أعيد تسميع النص. استمعوا جيدا. ذكرى المسيرة الخضراء. فجأة أصبحت مدينتي ملونة بالأحمر. سألت أبي: ماذا يحدث؟ فقال: إنها ذكرى المسيرة، أتعرفها؟ قلت: إنها مناسبة سعيدة. فقال: نعم، مناسبة سعيدة. ثم أخذ خريطة وبدأ يشرح: هذه صحراؤنا، كان يحتلها الإسبان، ومن هنا انطلق المغاربة نساء ورجالا مشيا على الأقدام لإخراج هؤلاء الأجانب. قلت: متى كان ذلك؟ قال: كانت المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975. في بداية الأسبوع ذهبت إلى المدرسة، وجدت أعلاما ولافتات على الجدران وخشبة في الساحة. مدرستي تستعد للاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء. أعيد الاستماع إلى النص مرة ثانية وثالثة. ننتقل الآن لإغناء المعجم. إذن لديكم في الصفحة 156 معجمي المساعد. لدي هنا علم، إن هذا علم المغرب أحمر وتتوسطه نجمة خضراء. خريطة، هذه خريطة، خريطة المملكة المغربية. لافتة، إن هذه لافتة مكتوب عليها المدرسة تخلد ذكرى المسيرة الخضراء. إذن في الحصة السابقة كنت قد كلفتكم بإنجاز تمرين أغني معجمي. السؤال كان يقول: أملأ البطاقات بكلمات تنتهي بألف ممدودة وهمزة في آخر كلمة. لدي هنا كلمة الصحراء وكلمة الخضراء. إذن كلمة أخرى مثلا الحسناء، السمراء، الأسماء، وأخيرا كلمة الأشياء. إذن كل واحد منكم قد كتب كلماته. ننتقل الآن للتمرين الثاني. يقول: أتمم عائلة كلمتي صار وانطلق.
إذا لدي هنا كلمة سارة وانطلق، نبدأ بسارة عائلة كلمة. لدي هنا سائر، نعم يسير، سير، مسيرة، ثم كلمة انطلق، ينطلق، منطلق، انطلاق. نمر الآن لبعض الاستراتيجيات الخاصة بالمفردات. لدي هنا الكلمة وضدها، لدي هنا كلمة انطلق، في النص انطلق المغاربة نساء ورجالا، ضد كلمة انطلق توقف، ثم كلمة إخراج لإخراج هؤلاء الأجانب، ضد كلمة إخراج إدخال، بداية في بداية الأسبوع، ضد كلمة بداية نهاية. نعم يحتل، كان يحتلها الإسبان، كلمة يحتل ضدها يحرر. إذن الآن سوف تقومون بتركيب هذه الكلمات المكتوبة بالأحمر في جمل مفيدة على دفاتركم. كلمة انطلق، إخراج، بداية، يحتل. الآن لدي هنا شبكة المفردات لكلمة احتفال. رأينا في النص احتفال بذكرى المسيرة الخضراء، إذن احتفال كلمة فرح تنتمي لشبكة مفردات احتفال الفرح. في الاحتفال نحس بالفرح والسرور، إذن هو شعور نحس به في الاحتفال. لافتات، أعلام، رأينا في النص الأعلام المغربية. زينة، إذن هي كل ما يعلق في الفضاء الذي نحتفل به. حلويات، وأخيرا بالونات. نمر الآن لخريطة الكلمة. لدي كلمة أخذ، ثم أخذ خريطة وبدأ يشرح. أخذ نوع هذه الكلمة، نعم إنها فعل، مرادفها أخذ خريطة يعني أمسك بها أو تناولها، ضدها ترك. نضعها في جملة، أخذ أبي المفتاح وفتح الباب. نمر الآن لبعض أسئلة الفهم. السؤال الأول، ما العيد الذي ستحتفل به المدينة؟ تذكروا النص، نعم العيد الذي ستحتفل به المدينة هو ذكرى المسيرة الخضراء. أحسنتم. المدينة ملونة بالأحمر، ما مصدر هذا اللون؟ نعم مصدر هذا اللون هو الأعلام التي علقت في كل مكان، وكما نعرف علم المغرب لونه أحمر وتتوسطه نجمة خضراء كما قلنا. من كان يحتل الصحراء المغربية؟ نعم الإسبان، نعم كان يحتلها الإسبان. متى كانت المسيرة الخضراء ومن شارك فيها؟ إذن كانت المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 وشارك فيها المغاربة رجالا ونساء. في أي يوم ذهب الطفل إلى المدرسة؟ في أي يوم ذهب الطفل إلى المدرسة؟ نعم تذكروا، إذا في بداية الأسبوع، ما اليوم الذي يكون في بداية الأسبوع؟ إنه يوم الإثنين، نعم أحسنتم يوم الإثنين. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم، وإلى حصة أخرى من مكون القراءة. دمتم في رعاية الله.